مرحبا، انا سانتا كلوز حاري من بنتوفن بنتور. انت شو عم تعمل هون؟ الله معك يا سانتا كلوز. يا خلو ديك، انا خفت كتير لاني معه هاي البلطة اللي بايده. طلع لي انت هون على السريع، انا رح اطلع لي هون على السريع. مدخل الفندق هذا المهجور، وراح نقضي فيه لهذا الفندق 24 ساعة ونستكشف شو في بهذا الفندق. خلودة وحمودة، أول شي رح أخبركم بمفاجأة حلوة المتابعين كلياتهم طلبوها وطلبوا مني هذا الشي. هذاك الأسبوع نعمله، نعيش 24 ساعة بفندق مهجور. اليوم هذا التحدي رح نعمله ورح نعيش بهذا الفندق. ورجيني هذا القط، خذ معك هذا القط. رح نروح على هذا الفندق ونعيش 24 ساعة، طبعا هذا الفندق مهجور، رح نعيش بهذا الفندق. أنت جاهز لهذا التحدي؟ جاهز. أبو هذا القط بروح وبرجع. ورجيني ليش هيك معذبه، حتطلع حبله. فرح نروح اليوم على الفندق ونعيش لمدة 24 ساعة، ورح نجهز حالنا ونجهز المعدات ورح نطلع مباشرة على الفندق، وما بعرف شو رح يصير معنا، ولكن ما بدي اياكم تخافوا انت كمان. تمام؟ اوكي، رح نجهز حالنا ونطلع. ورجيني القط. تعمل مقلب في الفندق. عجبني هذا القط، ورجع جربه. واحد اثنين ثلاثة، شلون تعمل له هيك؟ يلا انطلقوا على الفندق. واخيرا وصلنا على الفندق المهجور، مثل ما انكم شايفين. شوفوا هون، شوفوا هون، ما في شيء هون. طبعا هذا بداية مدخل الفندق هذا المهجور، وراح نقضي فيه لهذا الفندق 24 ساعة ونستكشف شو في بهذا الفندق. نسيت، هيا نطلع من هون. خلودة انتبهوا، هون طبعا ما في شيء، استكشفنا هون. لازم نطلع لفوق، عم هلا ونستكشف بهذا الفندق شو في وليش مهجور وليش الناس ما بتجي عليه. فتابعوا معنا، راح نستكشف بهذا الفندق. تعال تعال تعال، شوف بركي هون، شوف ما احلاها. وهون شوفي، طلع له اي شغله هون غريبه. ما بعرف شو هاد، هذا حرف ما بعرف شو هاد. ما هيك بصير حرف انجليزي وهيك بصير حرف عربي، ولكن لازم نستكشف بهذا الفندق شو فيه وشو موجود. شوف هاي البركه يا خلوده. عنكبوتات ما في، لازم تنتبه ما في شيء. بس شوف هون هذا المكان، شايف ما احلاه. هذا المكان مهجور قديم كثير، ولكن بهذا الفندق لازم نستكشف. ولكن السر اللي الناس ليش خايفه تجي وتنام بهذا الفندق ما بعرف. طبعا فندق فاضي ما فيه حدا غير نحن ومسكر، ودخلنا عليه كرمال نستكشف ونشوف شو فيه. فيه البركه القديمه وهي الساحه تبع الفندق. طبعا هاي الساحه قديمه كثير، ولازم نقضي بهذا الفندق 24 ساعة وما نخاف. شو يا خلودة؟ جاهزين؟ جاهزين. انتم ما تكون شايفين شفتوا معنا هدول القضاوي، مشان إذا صار عتمة نضوي وما نخاف. شو رأيكم نبرك هون نرتاح قبل ما ندخل على الفندق ونستكشف شو فيه؟ حمودة أنت متحمس؟ أكثر شيء شايفينه لحمودة متحمس حتى يستكشف الفندق المهجور. ليش يا ترى الناس ما بتدخل عليه؟ هذا الشيء اللي رح نعرفه اليوم ونستكشفه مع بعض. عرفت ليه ما بتدخل عليه؟ ليش؟ لانه خايفين. طبعا خايفين الناس تدخل عليه يا خلوده، وهذا الفندق قديم كثير، ولكن شو في ما بعرف. اكيد. اوه يعني تعالوا بابا الدنيا طيبه كثير، ولكن لازم نغسلها عشان ما يصير شيء معك بعدين تتسمع. وتعوا ايش رايكم نبركون نستريح؟ نبركون، وانا راح لازم نمشي على خطه كرمال اذا دخلنا لجوا كلياتكم ما تخافوا وضلوا معي. تمام؟ وهذا الطرف، اوه مين هاد؟ سانتا كلوز. مستحيل مستحيل، سانتا كلوز. شوفي شايفين شو في بايده لسانتا كلوز؟ كيف اجى على الفندق المهجور وشو عم يعمل هون؟ انا ما بعرف، راح اشوف شو بده واجي. انتو خليكم هون. مرحبا يا سانتا كلوز، كيف حالك يا سانتا كلوز؟
يا الله انا تحمست كتير. مرحبا انا سانتا كلوز عارف الفندق المهجور. انت شو عم تعمل هون وهدول اطفال مين؟ لا تخافوني انا ما راح اضربك. طيب احكي معك. نعم ولكن انت شو عم تعملوا هون؟ هدول اطفال مين؟ ممنوع تتجولوا هون، هذا المكان بخوف. انت ما بتخافوا؟ ممنوع تدخلوا على القبر ولكن تجول بكل الفندق الا القبر. تمام شو عم بقول لك؟ سانتا كلوز نفتل بكل الفندق المهجور ولكن ما ندخل لهون لجوا، صح يا سانتا كلوز؟ اي هذا القبر ممنوع تدخل عليه، برجع بقول لك، ادخل على هذا القبر ممنوع منعا باتا. لا لا ما حدا رح يضربك، ما حدا يحكي معك، تتجول بكل الفندق ولكن هذا القبر ممنوع تدخلوا عليه، تمام؟ صار عندي فضول، شو في جوا؟ ما بحسن اقول لك شو في بهذا القبو، ممنوع، حتى انا ما بعرف، ولكن انا حارس على هذا الفندق المهجور، وبهمتي هون ما اخلي حدا يدخل على القبو. وانتبهوا على حالكم شو في يا اطفال. نعم هذا القبو برجع بحكمك ممنوع تدخل عليه. انا وخلوده وحموده جينا لهون حتى نفرجيه للمتابعين كيف رح نقضي 24 ساعة تجول بكل المكان ولكن مثل ما قلت لك هذا القبو لا تدخل عليه. بس لا تدخلوا لجوا على هذا المكان المهجور تحت، يعني في قبو خلوده تحت. سانتا كلوز شو عم بيقول؟ انتبه تدخلوا على هذا القبو. نعم هذا هو القبو، اضحك تدخل عليه برجع بحذرك للمرة الألف، انتبه ما تدخل على القبو. طور بكل المكان الى القبو، يلا مع السلامة الى اللقاء. انتم اذا بتحبوا لسانتا كلوز اشتركوا بالقناة وحطوا لايك لأن هذا سانتا كلوز مسالم. الله معك يا سانتا كلوز. يا خلودي أنا خفت كتير لأني معه هي البلطة اللي بإيده وجاي عم يشحف فيها هيك، فكرته رح يضربني. يا الله ولكن طلع سانتا كلوز مسالم وخبرني إنه لازم نصور بكل المكان من عدا هذا القبو. أنا صار عندي فضول أعرف شو في بهذا القبو. شو رأيكم ندخل؟ جاهزة معكم العدة قبل ما يجي سانتا كلوز؟ قبل ما يجي سانتا كلوز تعالوا على السريع. مفتوح الباب؟ تعال هون لا تدخل لحالك. رح ندخل لجوا محل ما قلنا سانتا كلوز لا تدخلوا ممنوع، ولكن صار عندي فضول ادخل لجوا واشوف شو في. شو؟ خليها لا تشيل عيفة، ما بصير ندقر اي شيء هون، لازم ندخل لجوا ونستكشف هذا المكان لانه عارف سانتا كلوز لا تدخلوا. استنى شوي اطلع سانتا كلوز. خلودي روح على السريع قبل ما افتح الباب، طلع عليه انت هنيك على السريع وانا رح اطلع عليه هون على السريع. راح ادخل لجوا صار عندي فضول ما راح ارد على سانتا كلوز. وين سانتا كلوز؟ هو مبين؟ محسوب بطل الوصول. راح سانتا كلوز مو مبين. خلوا الباب مفتوح حطوني ضو. طبعا بعد ما حذرنا سانتا كلوز وقلنا ممنوع تدخلوا على هذا القبو بهذا الفندق المهجور، ولكن انا وخلودة وحمودة صار عنا فضول ندخل على هذا القبو ونستكشف ونشوف شو فيه. ليش سانتا كلوز ما خلانا ندخل على هذا القبو؟ اذا بدكم تعرفوا شو صار معنا انتظروا الجزء الثاني ولا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة.